الى رشال كرم. يوم خطف محمد خالد الياسين المرعبي ومهدي محمد حمدان في 31 من الشهر الماضي عن يد القوات السورية خلال عملهما في أرضهما في العبودية المحاذية للحدود السورية لا بل الملاصقة لها، لم يكنا يعلمان أن الإفراج عنهما سيكون بهذه السرعة، وخصوصا أن للبلدة مخطوفين آخرين لم يتم الإفراج عنهما حتى الساعة، وهما محمود محمد الإبراهيم الذي خطف في 9 من الشهر الماضي والمواطن عدنان حسين المحمد المخطوف منذ 25 من شهر نيسان. الأمين العام للمجلس اللبناني السوري الأعلى نصر الخوري كان أبرز الوسطاء لعملية إفراج اليوم. بلغنا منذ حوالي ساعة أو ساعة ونصف بالقرار إطلاق السراح، وقمنا بالاتصال برئيس مكتب التنسيق العسكري الذي أبلغ بدوره قيادة الجيش والجهات المعنية، وسيصل إرسال مندوب عن مكتب التنسيق العسكري اليوم بعد الظهر للاستلام. فكانت هناك مساعي حميدة وحسيسة من فخامة رئيس البلاد، الشكر لقيادة الجيش وعلى رأسها القائد جان قهوجي، هذا القائد البطل الذي حارب الإرهاب. لكن فرحة العبودية هي اليوم فرحة منقوصة، فحضر أهالي المخطوفين الآخرين وكان لهم نداء للمعنيين والقادرين على المساهمة في عملية الإفراج. يعلم القاصي والداني طريق العريضة طريق العبودية لا يمكن ينفتح إذا ما رجعوا اثنين. أنا أخوي بده يطلع من هونيك من الجحيم، بده يطلع بوجه على المستشفى، إذا أخوي بنكتب له عمر جديد بيعيش، هذا إذا معهوش معطوف. الطريق مسكرة إلى ما لا نهاية. وإلى حين الإفراج عن الإبراهيم والمحمد يؤكد الأهالي أن طريق العبودية والعريضة ستبقى مقطوعة. من منطقة العبودية رشا الكرم.